الناشئة خلال الأيام السابقة، وبداية منذ أن بدأ النادي الأهلي، أو لما بدأ النادي الأهلي، أو عندما انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا. والحقيقة خلال هذه الفترة الواحد ما فكرش غير في شيء واحد فقط، أو الواحد مش هيفكر غير في شيء واحد فقط، وهو كيفية مساندة النادي الأهلي وكيفية وصول النادي الأهلي إن شاء الله إن شاء الله في هذا الشهر إلى كل ما نريده. بمعنى أن أنت عندك خمس مباريات، أو ابتدت الخمس مباريات بالمباراة السابقة، الحمد لله ربنا كرمنا أمام بيراميدز، وهتكلم كتير عن النقطة دي لأنه نقطة مهمة جدا. وبعد كده إن شاء الله بكرة عندنا مباراة طلائع الجيش، هكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة الساعة 6 إن شاء الله، زي ما حضراتكم متعودين مننا دايما نحن بنكون ساعتين أو ساعة ونص قبل بداية المباراة، نتكلم عن كل الكواليس ونجيب لحضراتكم كل كواليس مباراة الأهلي وطلائع الجيش بكرة إن شاء الله الساعة 6 هنكون مع حضراتكم. وبعد كده إن شاء الله مباراة المصري، وبعد كده نادي الزمالك في السوبر المحلي، وبعد كده نادي الزمالك في الدوري العام، وبعد كده مباراة سان داونز. وبالتالي أنا ما عنديش وقت إن أنا أرد على أي حد، ما عنديش وقت، أنا وقتي كله بيبقى مشغول بالنادي الأهلي وباسم النادي الأهلي وبفريق النادي الأهلي. أنا مشغول بنفسي، مش مشغول بحد تاني، هفضل دايما مشغول بنفسي، وعمري ما هحاول إن أنا أفكر أتشغل بأي حد تاني. اللي عايز يقول حاجة يقولها، اللي عايز يعمل حاجة يعملها. أنا عارف إن أنت أي حد بيتكلم بيبقى الغرض من الكلام إيه؟ الغرض من الكلام إن أنا أجيب اسم النادي الأهلي في أي شيء، أو أجيب اسم إسلام في أي شيء، ما عنديش مشكلة، قول اللي أنت عايزه وأنا مش هرد على حد غير في الوقت اللي أنا عايز أرد عليه. امتى الوقت انا اللي هختاره، مش حد تاني اللي هيختاره، انا اللي هختار امتى ارد على اي حد لما عاوز ارد، لو عاوزت ارد يعني. لكن انا في الغالب في بعض الامور بتعدي عليا كده هوا ما بشوفهاش قدامي خالص، كل اللي انا شايفه اللي هي دقه ساعه العمل، ساعه العمل بالنسبه لنا لغايه اخر الشهر وبعد كده هتدق ساعه العمل تاني يعني. لكن آخر الشهر ده أو خلال هذا الشهر عندنا مباريات مهمة جدا ومباريات صعبة جدا. مباراة بيراميدز انتهت، عندنا مباراة بكرة طلائع الجيش، وبعد كده مباراة النادي المصري، الزمالك الزمالك، وبعد كده سان داونز إن شاء الله ربنا يكرمنا ويطلع كل جمهور النادي الأهلي فرحان هذا الشهر. هو ده اللي يهمني، وهو ده اللي أنا بفكر فيه، وهو ده اللي أنا عايزه، مش اللي أنا عايزه، سياسة القناة كده، سياسة قناة النادي الأهلي كده، إن احنا نفضل ماشيين في الطريق اللي احنا بنرسمه والكل بيجري ورانا، الكل بيجري ورانا، احنا هنرسم الطريق وحضراتكم اتفضلوا، ما عندناش مشكله بقى لغايه لما تلحقونا بقى يعني، ماشي لو حد لحقنا، لكن هي دي الطريقه اللي هنمشي بيها وهو ده الاسلوب. انا بالنسبه لي اي حد عايز يقول اي حاجه، اي حد عايز يتكلم، ما عنديش اي مشكله، زي ما قلت لحضراتكم هرد بالرد المناسب في الوقت اللي انا اختاره وباسلوبي، باسلوب النادي الاهلي، انا اسف مش اسلوبي، اسلوب النادي الاهلي، اسلوب الاحترام، اسلوب الادب، هو ده الاسلوب اللي احنا بنمشي بيه، وهو ده الاسلوب اللي هنفضل دايما ماشيين بيه. فاقول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه، انا ما عنديش مشكله.